فأنا عايزة كل واحد فيكم بقى هو اللي يعرف الناس عليه. أنا هبدأ بيكي يا إيناس، عرفي الناس مين كابتن إيناس أصلا وابتديتي إمتى؟ الناس كلها سامعينك، اتفضلي. أنا كابتن إيناس مصطفى يعقوب، بطلة جمهورية في النادي الأهلي أكتر من 10 سنين، بقالي حوالي 12 سنة بلعب سباحة. أنا مبسوط جدا إن أنا يعني بحضر مثلا مع حضرتك، ويعني بعرف حاجات كتير قوي يعني، ودخلت الأول في الأولمبياد في المدرسة بتاعتي، يعني نزلت الأولمبياد الخاص في المدرسة بتاعتي الأول، وبعد كده جيت مع النادي الأهلي. كويس. وأول ما دخلت النادي الأهلي كان عندك كام سنة تقريبا، وكان شعورك إيه بقى؟ احكي لنا. لا ده حاجه من انا مش فاكره حاجه من زمان قوي. ايوه بس انت حبيتي انك تخشي النادي الاهلي، واحساسك ايه بعد كده جوه؟ يعني انت بتحسي بايه وانت وسط الفريق وفي نادي كبير جدا من اكبر انديه مش بس مصر يعني، فاحساسك ايه فيه؟ يعني انا مبسوطه الحمد لله، والكباتن بتوعنا الاهتمام اللي بتلاقيه كمان في النادي الكباتن. ده اللي انا عايزه اركز عليه، يعني الكباتن بتوعنا مهتمين بينا جدا، معانا في كل خطوة في كل ثانية، ما بيسيبوناش، لو في حاجة سؤال بيسألونا احنا بنسألهم. برافو، حلو جدا.